العمل الإجرامي الذي قام به الإرهابيون أمس مستهدفين أحد أهم المقدسات الدينية والتاريخية في مدينة دمشق القديمة، قام وفد من الأساقفة المسيحيين بالسير على الأقدام من البطريركية المريمية إلى الجامع الأموي. الدكتور نبيل سليمان معاون وزير الأوقاف استقبل وفد الأساقفة الذي عبر عن أهمية هذا الصرح العلمي والتاريخي الذي تعرض لقذائف المجرمين. نقول للعالم باسمنا جميعا، نقول لهم مهما عملتم، مهما قمتم بإجرامكم لكي تبعدونا عن بعضنا البعض، سنبقى إخوة، سنبقى عائلة واحدة سورية تعيش مع بعضها البعض، إسلام ومسيحيين. نحن اليوم بوقفتنا أمام المسجد الأموي الكبير نوجه بطاقة محبة لكل الأخوة المؤمنين في سوريا، مسيحيين أو مسلمين، يلي وصفهم الكتاب المقدس بأنه ملح الأرض. هذا الفكر الإرهابي التكفيري الذي أتانا من الخارج لكي يقتلع المتجذر المتأصل في هذه الأرض، يقتلعه من جذوره، ولكن هم بعيدون كل البعد عن النيل من صمود أبناء شعبنا بمسيحيهم وإسلامهم، لأننا أبناء هذا الوطن ومتجذرين في هذا الوطن. الأساقفة المسيحيون أكدوا أن المسلمين أخوتهم ويحتضنونهم في كنائسهم وبيوتهم وقلوبهم، حتى يعلم الكون أن روح المحبة والتسامح ستبقى بين المسلمين والمسيحيين لهذا البلد الذي نشر للعالم المحبة والسلام. الجريمة النكراء التي قام بها جهلاء الإنسانية في حرم الجامع الأموي جعلت النسيج المجتمعي السوري أكثر لحمة بقدوم وفد من أساقفة المسيحيين سيرا على الأقدام من البطريركية المريمية إلى الجامع الأموي. لأخبار التلفزيون العربي السوري، بشار صقر من الجامع الأموي في دمشق.